السلام عليكم، بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. غبرت عليكم هذه المره، هذه ما وجدت لكم، ما وجدت حتى شي حاجه، لحقاش البنيه ديالي كانت عيانه شويه، داكشي علاش ما صورت حتى شي فيديو. الحمد لله دابا ولات شويه. والمهم توحشتكم بزاف، شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم، كنشكركم بزاف 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 على الدعم ديالكم ليا. اليوم ان شاء الله غادي نوجد لكم طنجيه بلحم الراس البقري وما فيهاش البصل نهائيا، كتجي بنينه بزاف ولذيذه، ما نعاودش لكم، جربوها وردوا عليا ان شاء الله. نبداو ان شاء الله بالمقادير. غادي نحتاجو هنايا واحد نص كيلو ديال لحم الراس. انا اختاريت ديال اللسان، هانتوما اختاريت ديال اللسان لحقاش هو اللي كتكون فيه اللحمه زوينه. نص كيلو. وغادي نحتاجو هنايا في العطريه واحد نص معلقه ديال البزار صغيره، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، ونص معلقه ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم او الزعفران. وغادي نحتاجو هنايا واحد شويه ديال الزعفران شعره، انتما كما كتشوفوا الزعفران شعره. وغادي نحتاجو هنايا واحد ثلاثة ديال فصوص ديال الثوم، وغادي نحتاجو هنا واحد الربع ديال الحامض مصير، وضامة ديال السمن. ما غاديش نديروها كلها، غنديروها شويه على حسب، كيكون شويه مالح ما غاديش نديرها كلها، غنديرها شويه. وغادي نحتاجو هنايا واحد نص كاس ديال الزيت مخلط بزيت المائده مع زيت العود، نص كاس قياس ديال العنبه، هذا راه نص كاس ديال قياس الكاس ديال العنبه. نبداو على بركه الله. كناخذوا واحد كوكوس ولا فين غادي تطيبوا ان شاء الله. غادي نخويو هذاك اللحم، وغادي ديرو ديك العطريه كامله اللي عندنا هنايا، غادي نخويوها بحال هكذايا. صراحه كتجي بنينه بزاف، غير جربوها وما تندموش، راه كتجي زوينه بزاف. كديروا هذيك ربع ديال نص ربع حامضه ديال حامض مصير، وكان ديك الفصوص ديال الثوم كنحكوهم. صراحه كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه، خصوصا بلحم الراس كتجي بنينه صراحه. انا بعدا كتعجبني، كتجي زوينه بزاف. يمكنكم ديروها حتى باللحم عادي، لحم الغنمي بنفس الطريقه، ماشي مشكل، كتجي زوينه حتى هي. وكنحتاجو هذاك الضامه ديال السمن، انا ما كنديرهاش كلها لحقاش ما تنبغيش، كنبغيش الملوحه بزاف، كندير غير القياس، غادي ندير النص هانتوما قياس هكايا. وهاداك الزيت كنخويوها بحال هكا، وغادي نردوها فوق البوطه تقلى غير شويه، ونديروا عليها الماء ان شاء الله المرفوع. هانتوما من بعد ما درناه فوق البوطه نخليوه يتخلى غير شويه على ما كيشرب هذيك العطريه. خليوه البوطه تكون قليله، ما نجيبوهاش البوطه، نقلبوه بحال هكايا حتى تيشرب لنا ديك العطريه. الا كان عندكم الزعتر ديروه حتى هو، كيجي زوين، كيعطي واحد البنه زوينه. كنديرو حتى انا كتسخنوه شويه فوق البوطه، وكتحكوه بيديكم، كتحكوه في يديكم باش كيتفرتت مزيان، ولا طحنوه ديرو نص معلقه. صراحه حتى هو تيعطي واحد الدار الطنجيه، ما نعاودش ليكم، تجي زوينه بزاف، جربوا وردوا عليا ان شاء الله في الكومونتير. صراحه راه كتجي زوينه بزاف. كنخليوها هكا يشرب شويه العطريه، ونمرقوه ان شاء الله.
هو كان الشرب تاعي اللي طلع الطريه. غادي نمرقوه وغادي نخليوه لمده ساعه ديال المكانه، لحقاش كما كتعرفوا اللحم ديال الراس كيشد الطياب شويه، فتخليوه حتى تيطيب مزيان على خاطرو. انا غنخليه ساعه ديال المكانه وان شاء الله نتلاقاو من بعد ان شاء الله ما يطيب. انا ما درتش هكا كنخليه. ومره مره مي يكونوا من تكونوا كيطيب مره مره حركوها، حركوها هكايا تتعاون حتى هي في الطياب، ومره مره حركوه بحال هكذا باش تعرفوا القياس ديالكم. انا غنخليه ان شاء الله، انا بعد ما مرقت غادي نخليه ان شاء الله يطيب لمده كما قلت لكم ساعه ديال المكنه ساعه. عاد غادي نحل عليه ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب وتشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. السلام عليكم. ها هو من بعد ما طاب انتما كما كتشوفوا صراحه كتجي زوينه بزاف، كنصحكم انكم تجربوها انتما كتجي زوينه بزاف، كتجي بنينه. صراحة كتجي كتشهي ريحتها تبارك الله، عاطية زوينة بزاف. هانتوما كما كتشوفو كتجي بنينة بزاف بصراحة، كتجي كتشهي، كنصحكم انكم تجربوها بصراحة كتجي زوينة. وبصحتكم وراحتكم، وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وتهلاو لي فراسكم بزاف 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 بزاف. ويلا بسلام عليكم، ما تنساوش تدعموني وديروا لي لايك وديروا اشتراك اللي ما الناس اللي دخلوا جدادين. وشكرا بزاف ليكم، تهلاو ليا فراسكم، يلا بسلام عليكم.